السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات الصف الأول الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم. النهاردة إن شاء الله هنراجع وهنكمل بقية اللغة العربية ومراجعة اكتشف. تعالى نبدأ يا ولاد مع بعض نقرأ قصة المغامر سالم. يسافر المغامر سالم إلى بلاد العالم الواسع. يقابل سالم الناس بوجه باسم ويأكل طعاما مختلفا في كل بلد. في الهند أكل سالم الطعام الحار، أما في فرنسا فأكل خبزا وزبدا. في لبنان أكل حمصا وزيتون. يحب سالم أن يسافر ويتعرف أكلات البلاد. النهاردة إن شاء الله هناخد أسئلة قصة المغامر سالم. بيقول لي اختر الكلمة المناسبة الموجودة في القصة. أول سؤال عندي بيقول لي يسافر نقط سالم إلى بلاد العالم الواسع، هل الطفل أم المغامر أم فرنسا؟ أحسنتم. طبعا أنا عارفة اللي سافر هو المغامر سالم، يبقى أنا هختار المغامر. اتنين، يقابل سالم الناس بوجه عابس غاضب باسم. ها أحسنتم، طبعا هختار بوجه باسم، يبقى أنا اللي هختارها باسم. السؤال التاني عندي يا ولاد بيقول لي ايه؟ بيقول لي رتب الكلمات لتكون جملة. اول حاجة مديني سالم يحب يسافر ان، طب تعالى نرتبها مع بعض كده. ايوة احسنتم، سالم يحب ان يسافر. في ناس تانية ممكن تقول لي ايه؟ يحب سالم ان يسافر. صح، انا كده ممكن ابدأ الجملة عندي اما باسم او فعل. تاني حاجة يا ولاد، طعاما يأكل مختلفا كل فيه. ها ايوه انا سامعه اولاد شاطرين بيجاوبوا معايا وبيقولوا يأكل طعاما مختلفا في كل بلد. تاني، يأكل طعاما مختلفا في كل بلد. النهارده ان شاء الله يا اولاد هنتكلم عن انواع المد. احنا عارفين ان انا عندي ثلاث انواع من المد. اول مد عندي هو المد بالالف، ويكون ما قبله مفتوحا اي يسبقه فتحه. وتاني نوع عندي مد بالياء، ويكون ما قبله مكسورا. وتالت نوع عندي هو المد بالواو، ويكون ما قبله مضموما. طب انا عارفه يا اولاد ان قبل حرف المد بيكون اسمه ايه؟ يبقى قبل المد بيجي الممدود، تاني قبل المد بياتي الممدود. تعالى يا ولاد نشوف نوعية الأسئلة اللي بتيجي على أنواع المد. أول سؤال عندي هو بيقول لي حدد المد والممدود. أول كلمة عندي بيقول لي زينة، زينة. طب كلمة زينة يا ولاد فيها مد بإيه؟ أحسنتم، مد بالياء. طب والممدود زاي كسرة. تاني كلمة عندي كلمة خيار، خيار. أحسنتم، كلمة خيار مد ألف والممدود ياء فتحة. ثالث كلمة عندي وآخر كلمة هي كلمة حوت، حوت. ها مين شاطر يقول لي المد؟ أحسنتم، يبقى أنا عندي حوت مد بالواو والممدود هو الحاء ضمة. حوت الممدود عندي الحاء ضمة، أنا عارفة إن الممدود قبل المد. تعالى يا ولاد نشوف نوع تاني من أسئلة المد. هنا طالب مني اللي هو اكتب الحرف الممدود بحركته. يديني كلمة ببغاء، ببغاء. الحرف الناقص عندي هو الممدود وهو الغاء، الحرف الغين فتحة. تاني كلمة هي كلمة عصفور، عصفور. ايوة انا عندي كده الممدود هو اللي ناقص، هو فاء ضمة.
تالت كلمة عندي عصير، عصير. أحسنتم، أنا عندي يا ميس الحرف اللي ناقص هو حرف الصاد كسرة، عصير. تعالى يا أولاد نشوف مع بعض جزئية اكتشف. بيقول لي صل الوظيفة بالمكان المناسب، هوصل كل وظيفة بالمكان بتاعها. المكان الأول عندي هو مخبز، تاني مكان محل بيع اللحوم، تالت مكان محل أو ورشة سيارات، رابع مكان عندي بنك. طبعا المكان اللي هو المخبز الأول عندي هوصله بالخباز، المكان التاني عندي محل بيع اللحوم هوصله، أحسنتم، بالجزار. تالت مكان عندي هي ورشة السيارات، طبعا هوصلها بالميكانيكي. رابع مكان عندي يا ولاد اللي هو البنك، طبعا هوصله بالصراف، أحسنتم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.